أظهرت إحصائيات مكثفة جمعت عن طريق عدد من الدراسات أن الأسود عادة تقتات على الثدييات التي تتراوح وزنها بين 190 حتى 550 كيلوغرام. يتصدر حيوان النوق قائمة طرائد الأسد المفضلة، يليه الحمار الوحشي، وتستبعد عادة معظم أفراس النهر البالغة ووحيد القرن وغزال الإمبالة بسبب رشاقته، إلا أن الزرافات والجواميس تعتبر من ضمن الطرائد المألوفة كما في منتزه كروغر الوطني. أما في بوتسوانا تقتات الأسود على الفيلة بشكل مكثف، وأفاد المرشدون في هذه المنطقة أن الأسود عندما تشعر بالجوع الشديد تصطاد الدغافل في بداية الأمر، ثم تنتقل إلى الفيلة المراهقة، وفي حالات نادرة تصطاد الفيلة البالغة أيضا، وتم تسجيل صيدها في جنح الظلام بسبب ضعف نظر الفيلة في الليل. والأسود أيضا تعتبر قادرة على قتل حيوانات مفترسة أخرى كالنمور، الفهود، الضباع، الكلاب البرية، وحتى القرود والتماسيح. لكن وجب التنويه إلى أن الأسود نادرا ما تقتات على منافسيها بعد قتلها، على العكس من معظم السنوريات الأخرى. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم مجموعة من لقطات الأسود وهي تفترس وجباتها وتتغذى عليها. قبل البدء لا تنسى أن تصلي على سيدنا محمد، وهيا بنا نبدأ. في هذا المشهد أرادت هذه الأسود أن تذيق التمساح طعم الموت، وكأنها تنتقل من الحيوانات التي كان يتغذى عليها التمساح وهي ما زالت على قيد الحياة. هذا الضبع نجا من هجوم أسد بأعجوبة، لكنه تعرض لعضة في نهاية العمود الفقري رافقها شلل دام 9 أشهر قبل أن يستسلم ويموت. هذه الأسود تبحث عن شيء ما، وسرعان ما تحصل عليه. وما هي إلا ثواني معدودة حتى اختفى صوت هذا الخنزير إلى الأبد. هذا الأسد قام باصطياد واحد من الجواميس البرية. وهنا ترى مدى قوة الأسد وهو يسحب حيوان بحجم الجاموس. عندما تحاول مطاردة أسرع حيوان في البرية فحتما لن تنول سوى الفشل. هذا الفهد العجوز حاصرته مجموعة من الأسود. حاول الفهد القتال لكن جسده أنهكته السنوات الطويلة وخانته عضلاته. والأسود لا ترحم منافسيها، فقتلته على الفور وتركته للحيوانات القمامة. يحاول الغزال عبثا أن يهرب من أنياب اللبؤة وهي تنهش لحمه وهو ما زال على قيد الحياة. صغير الضبع هذا يسير نحو حتفه ولا يرى الأسد المتربص به، وسرعان ما يصبح وجبة لذيذة. هذا التمساح يحاول سرقة طعام الأسد، ربما لم يرى ماذا فعلت الأسود بابن عمه في بداية هذا الفيديو. عبثا يحاول هذا الغزال الصغير الدفاع عن نفسه، ورأسه عبارة عن لقمة واحدة في فم هذه اللبوة. وهنا فاجأت زمرة الأسود زرافة تروي عطشها، ولحسن الحظ استطاعت الهروب هذه المرة.
وأنا لم أجد كلام يصف هذا المشهد. للأسف هذه اللبوة تتغذى على شبلها وتقطع رأسه من دون رحمة. وفي النهاية أتمنى أن نالت هذه المقاطع إعجابكم، وفضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكراً للمشاهدة.